السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ والتلميذات وكل متتبعي قناة SVT بارادي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على الخطوات المنهجية المتبعة لرسم خلية في إحدى مراحل الانقسام، سواء في الانقسام الاختزالي أو في الانقسام غير المباشر. ألوغ ملي كيطرح لنا السؤال يعني ديال رسم الخلية، يجب أن أتبع مجموعة من الخطوات. أكيد مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الامتحانات ولا الفروض كنوجدوا هذا النوع ديال الأسئلة. إذا الخطوة الأولى اللي خصني ندير عندما نريد أن نرسم خلية، لابد أولا من تحديد نوع الخلية. خصني نشوف اش من خلية مطلوبة، واش كنهضروا على خلية نباتية ولا خلية حيوانية. أكيد تنعرفوا أن الخلية النباتية كتميز على الخلية الحيوانية. الخلية النباتية كتميز بالجدار الهيكلي السيلولوزي، هذا الجدار ما كاينش عند الخلية الحيوانية. إذا إلا مطلوبة خلية نباتية خصني ندير هذا الجدار الهيكلي. ثم ماذا؟ الخلية النباتية أيضا كتميز بكمتين قطبيتين بينهما ينشأ مغزل الانقسام، يعني أثناء الانقسام راه كيتشكل واحد جوج كمات قطبية، كل واحدة في قطب ديال الخلية، بيناتهم كيتشكل داك مغزل ديال الانقسام. الوغ الا كنا كنهضروا على الخليه النباتيه خصنا نرسم الجدار الهيكلي ونزيد الكمتين القطبيتين. الا كنا كنهضروا على الخليه الحيوانيه، دونك بلا ما ندير الجدار الهيكلي وعوض الكمتين القطبيتين كندير النجيمتين. النجيمتين كنوجدهم عند الخليه الحيوانيه والكمتين القطبيتين عند الخليه النباتيه، وعندهم نفس الدور اللي هو بيناتهم كينشا مغزل الانقسام. بعد هاد الخطوة كنمشي للخطوة الثانية اللي هي تحديد الصيغة الصبغية المطلوبة. دونك غادي نشوفوا في السؤال طبعا اش من هي الصيغة الصبغية اللي عطاونا. غادي نرسم خلية وكاين في اش من صيغة صبغية، عادة كتعطى 2N كتساوي 4 ولا 2N كتساوي 6، لكن على حسب كل سؤال ممكن تعطى N كتساوي عدد معين. دونك خصني نقرا مزيان السؤال ونشوف اشنا هي الصيغة الصبغية المطلوبة. بعد هاد الخطوة كنمشيو لتحديد المرحلة المطلوبة. اشنو غنرسم؟ اش من مرحلة اللي غنرسم فيها هاد الخلية؟ دونك خصني نقرا السؤال. ثم اخيرا ملي كنحدد هاد الخطوات كاملين كنمشيو للخطوة الرابعة اللي هي انجاز رسم واضح. ملي كنرسمو رسم ديال الخلية خصو يكون واحد الرسم اللي هو واضح، وطبعا يحترم المعايير ديال الرسم. اذا واضح، ثم خص يكون عنده عنوان، ويكون هذا الرسم هذا مؤطر في واحد الإطار، ويكون طبعا المفتاح ديال كل عنصر من هذه العناصر ديال الخلية. ألوغ هنا ملي كنرسمو الخلية يجب أن نرد البال، خاصة الخطوط اللي كنستعملو خصها تكون متوازية وغير متقاطعة وتنتهي عند نفس النقطة. إذا ناخدو مثال، خدينا مثال الأول، أرسم خلية حيوانية في المرحلة الانفصالية رقم 1 من الانقسام الاختزالي، حيث 2N كتساوي 4. ألوغ نوع الخلية حيوانية، الصيغة الصبغية المطلوبة 2N كتساوي 4. المرحلة المطلوبة هي الانفصالية رقم 1 من الانقسام الاختزالي. دونك دابا عرفت جميع المعطيات، بقى لي نرسم هاد الرسم. هنا خصني نرد البال لان المرحلة الانفصالية 1 كنستحضر كاع داكشي باش كتميز. الانفصالية 1 من انقسام اختزالي كيكون عندنا افتراق الصبغيات المتماثلة. اذا الصبغيات المتماثله كيتفرقوا بحيث كل صبغي كيمشي للقطب ديال الخليه، والصبغي المماثل ديالو كيمشي للقطب الاخر ديال الخليه. اذا هاني حددت، عرفت اش كيوقع في الانفصاليه 1؟ 2N كتساوي 4، معناه ان كل صبغي عنده مماثل. اذا شحال من زوج غيكون عندي؟ غيكون عندي جوج ديال الازواج، وعدد الصبغيات هو 4 في المجموع طبعا. اذا غادي نرسم على هذا الشكل، عدد الصبغيات هنا هي 4 على شكل ازواج. اذا هذا الزوج الاول، هذا الزوج الثاني، يعني الصبغي والمماثل ديالو، الصبغي والمماثل ديالو. لكن في الانفصاليه رقم 1 خاص يكون عندنا افتراق الصبغيات المتماثله. اذا هذا الصبغي خصو يمشي للقطب،
وخوه يمشي للقطب الاخر نفس الشيء بالنسبه لهذا والاخر الثاني هكا كيتفرقوا السويات المتماثله. اذا هاني رسمت الان الخليه ندير المفتاح. لاحظوا اذا كان وضع كاع جميع العناصر المهمه طبعا، لكن لو تلاحظون شوف الاسهم فهي متوازيه غير متقاطعه وتنتهي عند نفس النقطه، شي كيضفي واحد الجماليه على الرسم. واخيرا تنديروا العنوان، طبعا عنوان كامل لهذه المرحله او الخليه او الصيغه الصوتيه اللي مطلوبه. ناخذ مثال ثاني. المثال الثاني ارسم خليه حيوانيه في المرحله الانفصاليه من الانقسام غير المباشر بحيث 2 كتساوي 4. الا كتلاحظوا نفس السؤال، فقط هنا المطلوب هو مرحله انفصاليه من الانقسام غير المباشر وهنا من الانقسام الاختزالي. اذا هنا ملي كنهضروا على انقسام غير مباشر خصني نرد البال، لانه في المرحله الانفصاليه من انقسام غير مباشر كيوقع عندنا انشطار الجزيء المركزي. اذا الخليه اللي غنرسم خص يكون فيها 4 ديال الصبغيات، ولكن في الانفصاليه راه كل صبغي كاين شاطر، وبالتالي كيكون عندنا في المجموع 8 ديال الصبيغيات اللي غنسميهم صبغيات ابناء. اذا ماشي بحال هذه المرحله الانفصاليه هنا، دونك غادي يكون عندنا على هذا الشكل. لاحظوا هذا الصبغي، هذا راه صبغي وهذا صبغي، لكن ملي نشاطر الجزء المركزي ولا عندنا كان عندنا صبيغي 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 صبيغي، بحال المجموع عندنا 8 ديال الصبيغيات ولكن كنسميهم صبغيات ابناء بعد الانشطار. اذا في الانفصاليه ديال الانقسام غير مباشر راه كتختلف على الانفصاليه راح رقم 1 ديال الانقسام اختزالي، حيت هنا ما كيكونش عندنا انشطار الجزيء المركزي، افتراق الصبغيه المتماثله دون انشطار الجزيء المركزي. هنا افتراق الصبغيه او عفوا انشطار الجزيء المركزي، وبالتالي كيولي عندنا صبغيات ابناء والهجره القطبيه ديال كل مجموعه من الصبغيات الابناء والمجموعه الاخرى نحو القطب الاخر. اذا هنا كنكون حددت بالضبط يعني جميع الخطوات اللي خصنا نتبعو في اثناء رسم ديال واحد الخليه في احدى مراحل الانقسام. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.